مساء الخير. نهضروا على المباراه في جزئين. خلينا نقول ثلاثة اجزاء مره اخرى. الشوط الاول كما شفتوا يعني ظهرنا بواحد المظهر كبير في جميع المراحل ديال اللعب. تاره كان الضغط عالي، ما كنا كنخليو الفريق الوداد البيضاوي يضرب كور طويله وكناخذوا الكره الاولى والكره الثانيه. لما كنا كنرجعوا للكتله هنا كنا مزيانين، الا في بعض ديال الاحيان اللي كانوا لي سونتر ديال العملود ديال عطيه الله اللي كنا هضرنا عليهم، يعني فواحد المرتين يعني خلقنا فرص، استحوذنا على الكره في يعني سجال مع الفريق ديال الخصم. في الشوط الثاني يعني خرجنا من المباراه عادي. انا اللي نقول هو نهني اللاعبين على المباراه اللي قاموا بها. ما لعبناش واحد الربع ساعه في الشوط الثاني، لما ما كتلعبش واحد الربع ساعه ضد بطل افريقيا وجاي من هزيمتي عادي، يعني ماشي مشكل. نفضلوا نخسروا حنا مباراه بثلاثه ولا كل مباراه بواحد، يعني هنيئا لفريق الوداد يستحق الفوز ديالو، فريق كبير عادي ما كاينش مشكل.